هذا الريال يا اخواني البارحه سارقينه مسروق ويا البارحه الريال منضغن ولحيته كذا No, how many days was no, for three, like Saturday night, it Saturday was really night. shocking. We had a hey, very سارقين tragic in يوم our house. السبت My club is اليوم very happy. اليوم جاي غير اليوم متحلق وكاشر هذا يسكن هني قريب طبعا من التلفزيون في مجموعه فلل قبل ثلاثة ايام يوم السبت اللي طاف طالعين هو اهل البيت يوم ردوا ولا بطلوا الباب ولا كل شيء مبعثر داخل البيت المهم عنده صندوق فيه فلوس وفيه ذهب حرمته وذهب بنتي شلوا الصندوق بما فيه وشلوا حتى عنده كاميرات في البيت شلوا الجهاز اللي فيه التسجيل كامل مال الكاميرات شلوا اللي سارق ذكي يعرف وبعدين كان لابس قفازات قال انا مجرد ما اكتشفت السرقه اتصلت مركز شرطة نعيمية خلال أربع دقائق كانوا كل فرق البحث الجنائي والتحريات والمختبر اللي يأخذوا البصمات كلهم يقول كانوا موجودين شافوا كل شيء وهذا وقالوا له سجلوا البيانات عنه وهذا وقالوا له خلاص طبعا الشرطة عندهم أسلوب في البحث والتحري سبحان الله جابوا الريال وعرفوه جابوا أمس واتصلوا فيه قالوا له تعال الأغراض كلها موجودة اللي سرقها الريال أمس أنا شفته بيموت إلا شوية اليوم جاي غير محلق ويضحك ويسولف حتى غير النظارة ابتسامته غير قال يديم علينا نعمة الأمل والأمان والعز والرخاء إن شاء الله يا رب العالمين جزاك الله I want to thank each and every one of criminal الحمد لله and Nuaimyah police station and the whole UAE Emirati being so supportive and careful they were meeting me like my brother and the way they were being happy for me as if something of theirs was lost الحمد لله